لعب كوره لسه هتستنى ايه يا راجل وتروح له مره ثانيه ومفيش حاجه لسه والعمل بالعرض هتوقف ايه يا راجل مش ممكن وده ده رمح ايه يا راجل كله يا راجل يا راجل الكوره كل واحد خايف منها ده يوقفها وده يوقفها وده يوقفها سخنه ولا ايه استمتع بالتعليق المتميز مع الكابتن محمود بكر في ملعب الاهلي فقط على قناه الاهلي.